الخامس من أصحاب النصف من؟ أخت لأب. متى تأخذ النصف؟ عدم المعصب، عدم المماثل، عدم التقدم، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر. تمام؟ أعيد مرة أخرى. إذن رتبنا الآن أصحاب النصف. الزوج عدم الفرع الوارث، ابن بنت ابن ابن بنت ابن والنزل. البنت عدم المعصب، عدم المماثل، بنت الابن عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الابن أو البنت فأكثر. الأخت الشقيقة عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. الأخت الأب مثلها، تزيد عليها عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر. مفهوم؟ أعيد. ها إخوانا، ها الشيخ، مفهوم؟ أنت الشيخ، إيه؟ ها في إشكال؟ هذا انتهينا من أصحاب النصف. نأتي لأي بعد أصحاب النصف من؟ أصحاب الربع. إيش قلنا يا أستاذ؟ أوقف. إيه أنت؟ إيش قلنا في أصحاب الربع؟ من هم؟ غرفة إيش؟ أمس قلنا أصحاب الربع من هم؟ آه بسم الله تذكر الآن. ها أستغفر الله العظيم. الربع غرفة الأرامل؟ الأزواج. غرفة الزوجية، تمام. ولا يجتمعان أبدا، لا يمكن يأتي في مسألة زوج وزوجة، لازم يموت واحد حتى يرث الثاني. إذا الربع غرفة الزوجية، الزوج يرث الربع عند وجود أحد من الفرع الوارث، عكس إيش؟ النصف. إذا لم يوجد فرع وارث يأخذ نصف، وجد فرع وارث يأخذ الربع، تمام. والزوجة عكسه، تأخذ الربع عند عدم الفرع الوارث، وجد فرع وارث تذهب إلى غرفة الأرامل الثمن. مفهوم؟ تمام. إذا الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، وجد فرع وارث يأخذ ربع. الزوجة تأخذ الربع عند عدم الفرع الوارث، وتأخذ الثمن عند وجود أحد من الفرع الوارث. انتهينا الحمد لله من الربع والثمن، صح؟ تمام. الثلثين أسهل ما يكون. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف. شروط الثلثين شروط النصف. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج. وشروط النصف، شروط الثلثين هي شروط النصف، لكن شرط واحد يتغير. هناك عدم المماثل، هنا نقول وجود مماثل. مثال: جاءتنا بنت واحدة وعدم المعصب تأخذ النصف، بنات عدم المعصب ثلثين، بنات ابن عدم المعصب، وجود المماثل، وجود المماثل هنا، مفهوم؟ عدم الابن، عدم البنت فأكثر ثلثين، أخوات شقيقات ثلثين، أخوات لأب ثلثين، مفهوم؟ انتهينا الحمد لله. مفهوم إلى هنا؟ طيب، من يعيد علي؟ ما شاء فقط، والبقية؟ قال أحد المحدثين، قال: ما قلت لمحدث قط أعد علي، ما قلت لمحدث قط أعد علي، مرة واحدة يحفظ. مفهوم؟ ليش؟ ها؟ مركز ومتقي وما عنده مشاغل، لا جوال يدق ولا شيء. مفهوم؟ العلم لابد تفرغ نفسك للعلم، تهيئ نفسك، مثل أيام إيش؟ الاختبارات. أيام الاختبارات تهيئ كل الظروف حولك لإيش؟ لطلب العلم، صح؟ ولهذا تضبط أيام الاختبارات. لكن الآن قال أوراق وكذا. مفهوم أخواننا؟ طيب، دخلتم على الموقع، حليتوا التمارين أو لا؟ في إشكال في المسائل القديمة؟ في ملاحظات؟ شوف أخواننا، يقول الفرضيين أنه لا يوجد سؤال في الفرائض، ما أحد يسأل، لأنه ممكن الشيخ وليد قال عندي سؤال، لو طب لو حصل كذا، لو حصل كذا، ليس وقته الآن. قال لا تسأل حتى ننتهي من جميع الدروس. إذا انتهينا من جميع الدروس تجد الأسئلة كلها انتهت. نحن كما رأيتم الآن نمشي معكم بإيش؟ ها؟ بالتدريج. أمس أخذنا مسألة زوج وأخت شقيقة، قلنا أول شيء تعطي من أصحاب الفروض؟ الزوج. هنا يوجد فرع وارث يأخذ إيش؟ النصف. بعضكم كتب أخت شقيقة باقي، لماذا؟ أخت شقيقة الآن موجودة عندنا، يوجد فرع، يوجد معصب
لا، مماثل لا، فرع وارث لا، أصل وارث من الذكور لا، تأخذ إيش؟ النصف. إذا المسألة فيها نصف ونصف، من تكون من اثنين، نصف الاثنين واحد ونصف الاثنين واحد، مفهوم أخواننا؟ أي نعم. لو جاءت هذه المسألة مثلا زوج وأخت شقيقة وعم شقيق، عم شقيق إيش له؟ باء الباقي، باقي شيء؟ لا، يمشي، ليس له شيء، وخاب عاصب لدى الإتمام. طيب يلا نعيد مرة أخرى الآن. الأخت لأب متى تأخذ النصف؟ يا شباب ما شاء الله، بسم الله يا شيخ صالح. الأخت لأب أول شيء قلنا عدم المعصب، من يعصب الأخت لأب؟ أخ لأب أكثر. عدم المماثل أخت لأب أخرى فأكثر. عدم الفرع الوارث ابن بنت ابن ابن بنت ابن قبله. عدم الأصل الوارث من الذكور أب أو جد وإن على، وعدم وجود عدم، ما نقول عدم وجود، عدم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة فأكثر. تمام. أصحاب الربع يلا أخوان راجع وراء، بسم الله. أي نعم. تروح وين؟ غرفة الزوجي. الزوج متى يأخذ الربع؟ إيش؟ إذا لم يوجد فرع وارث إيش يأخذ الزوج؟ النصف. وجد فرع وارث يأخذ الربع، والزوجة فأكثر، فأكثر إلى أربعة مو فأكثر إلى مئة، أي فأكثر تأخذ إيش؟ الربع عند عدم الفرع الوارث. وجد فرع وارث إيش تأخذ الزوجة فأكثر؟ الثمن. انتهى الحمد لله. أصحاب الثلثين، من يذكر لي أصحاب الثلثين يا أخواننا؟ يلا يا شيخ ما شاء الله، بسم الله. أوقف. أصحاب الثلثين من هم؟ هم أصحاب النصف عدا الزوج. شروطهم شروط النصف إلا شرط واحد نغيره، هناك عدم المماثل، نقول هنا وجود وانتهينا الفضل. والله يا أخواننا الفرائض سهلة، تحتاج فقط مراجعة حفظ تمارين وتمشي الأمور بإذن الله تعالى. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.